احنا اليوم في الوداد ولله الحمد نقدم رسالة نوعية اجتماعية في قضية الطفل اليتيم مجهول الأبوين. وأذكر أحد الداعمين من رجال الأعمال هو مالك شركة مقاولات، وكان داخل في مناقصة لتبني أو تنفيذ مشروع مشاريع في الطرقات. فجانا زيارة في الإيواء وتعرف على مشاريع الوداد وأثر الوداد ورسالتها، وحقيقة يعني قال رسالة مثل هذه لابد أنها تقدم بدعم وباحتفاء. فقدم دعم لأحد المشاريع، فسبحان الله بعد فترة من الدعم يقول جتني موافقة على تنفيذ هذا المشروع اللي شارك فيه وقدمه. فسبحان الله بركة اليتيم ليست فقط للمحتضن، حتى للمنفق، حتى احنا كعاملين في خدمة هذه الرسالة نجد بركتهم، فما بالك من يقدم بماله ومن يقدم بنفسه وبجاهه. فأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن يخلف على المنفق خيرا يا رب العالمين. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.